السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، أكيد هنتكلم فيها عن الأهلي كالعادة، هنرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الأهلي. لكن في البداية زي ما تعودنا منكم دايما، الفيديو ده موجه للأهلاوية فقط، عشان كده لو أنت أهلاوي قلبك جامد يلا نجمع 3000 لايك وصوت أهلاوي محترم بيدعمونا دايما عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. ونبدأ على طول في أول فقرة معانا في الفيديو دوت من سيف زاهر. سيف زاهر اللي بيحاول انه دايما، يعني انا مشوفتش حد في الدنيا كلها زي سيف زاهر بيقدر يمسك العصاية من النص. الاهلي حلو والزمالك حلو ومصر جميلة. الزمالك مش وحش والاهلي مش وحش وبرضو مصر جميلة الحمد لله، وهتفضل مصر بإذن الله على طول جميلة. لكن انا بتكلم في نقطة ان سيف ما بيقولش اي سلبيات. سيف زاهر شايف ان لعيبة الزمالك مظلومة، على صفحته الرسمية بيقول لازم لعيبة الزمالك تدخل في لعبة الإعلانات وتتواجد في السوق. هو السؤال هنا لسيف زاهر، هو مين المتحكم في لعبة الإعلانات وسوق الإعلانات يا سيف؟ مين؟ ها؟ المعلن. المعلن هو اللي بيتحكم، المعلن هو اللي بيحدد. استحالة أنت كمعلن أو كشركة هتروح لواجهة إعلامية ليك ضعيفة عشان تكسب، عشان تعمل رواج للمنتج بتاعك، لازم تروح لناس مشهورة، ناس وراها شعبية جارفة، وراهم عدد من الجمهور بيشجعهم وبيأيدهم عشان تجيبهم. والدليل مثلا أي شركة إعلانية ما بتروحش مثلا لأي حد، لا بيروح على نقط معينة، ولما بيدفع مبالغ ضخمة جدا لأنه عارف هيجيله أضعاف المبالغ دي، لأنه رايح للمنتج أو رايح للشخصية اللي تقدر هتجذب له متابعين أو هتجذب له زباين للمنتج بتاعه. فأنت النهاردة يا سيف على أي أساس بتتكلم على أن لازم لعبة الزمالك تدخل سوق الإعلانات؟ هل الزمالك، تعال نتكلم بالبطولات، هل الزمالك الموسم ده خد بطولات؟ لا. الموسم اللي فات خد بطولات؟ لا. الموسم قبل اللي فات ايه هي البطولات اللي خدها؟ سوبر مصري وسوبر افريقي وكونفدرالية. طيب تعالى للنادي الاهلي في اخر 3 سنين، حدث ولا حرك. اخر 3 سنين النادي الاهلي وصل كاس عالم، النادي الاهلي التيشيرت بتاعه موجود في المتحف بتاع الفيفا، النادي الاهلي وراه جماهيريه وشعبيه داخل مصر وخارج مصر ما شاء الله، النادي الاهلي عنده انجازات وبطولات وارقام قياسيه في كل البطولات. فلما تيجي تتكلم وتقول لازم دي مش بالاجبار، لان المتحكم في سوق الاعلانات هو زي ما قلت لك حاجتين، المعلن والقوه الشرائيه. القوه الشرائيه هنا اللي هي الجماهيريه، الجماهير بتروح لصالح مين؟ معروفه، لصالح النادي الاهلي. فانت هنا ما ينفعش تمسك العصايه من نص كعتك. طيب تعال نروح لميدو. ميدو يبدو ان هو عايز يرجع يخش نادي الزمالك من اي منصب. طبعا ميدو على الجانب الشخصي هو راجل محترم، لكن انا بتكلم في نقطه ان ميدو من نوعيه الشخصيات اللي عارفه من اين تؤكل الكتف بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. ميدو كان اسمه مطروح بقوة بالمناسبة ان يكون موجود مشرف على الكرة في نادي الزمالك، ولكن زي ما قلت لكم قبل كده من ضمن اسباب ان ميدو تم رفضه او تم استبعاده ان جماهير الزمالك غضبانين عليه. طيب اعمل ايه يا جماعة عشان اكسب ود جماهير الزمالك؟ جماهير الزمالك اليومين دول بيساندوا في مين؟ بيدعموا في مين؟ شيكابالا. بس لقينا مربط الفرس، فنعمل ايه ميدو؟ فيطلع ميدو الانسان الجميل يقول لك شيكابالا لازم يروح المنتخب، مفيش لعيب مصري يتقارن بيه واحسن لاعب في الدوري المصري. على اي اساس؟ على اي اساس يا ميدو؟ بعيدا عن الحب والانتماء والاهواء وسحب الناعم لجماهير نادي الزمالك، على اي اساس بتقول ان شيكابالا يرجع ويروح منتخب مصر؟ هو شيكابالا اولا سؤال، بيلعب مركز ايه في الملعب؟ جناح يمين؟ جناح يمين. طيب مين في مصر جناح يمين؟ محمد صلاح؟ هيروح على حساب محمد صلاح؟ لا. طيب احمد سيد زيزو؟ يروح على حساب احمد سيد زيزو؟ برضو لا. يروح على حساب عبد الرحمن مجدي؟ لا. هيروح على حساب احمد سمير هداف الدوري؟ لا. طب هيروح على حساب مين؟ هيروح على حساب الحب؟ هيروح على حساب المجاملات؟ هيروح على حساب ان ميدو بيحاول يتقرب لجماهير نادي الزمالك على قفا منتخب مصر؟ عادي جدا. بقول لنا على حساب مين؟ ايه هي ارقام شيكابالا؟ هل شيكابالا بيقدر يلعب 90 دقيقة؟ لا. هل شيكابالا عنده الخبرات اللي تديله ان يقود منتخب مصر في الملعب او بره الملعب؟ برضه لا. والدليل ما حدث في مباراة القمة.
انه ما قدرش يمسك اعصابه شويه بالرغم ان هو صاحب الفعل. لكن خليني يا سيدي اقول لك ان هو رد الفعل. تخيل انت بتلعب ماتش قدام المغرب قدام تونس قدام الجزائر وحد استفزك في الملعب، هتطلع تشاور له بالجزمه هتاخد طرد هتخسر مصر. يبقى عشان تخسر تخسر مصر تكسب انت جمهور الزمالك يا ميدو؟ مع احترامي الكامل ليك. طيب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور النهارده اعلن عن الطعن وقرار الطعن بتاعه كسبه. اعتقد ان اتعس التعساء واكثر الناس قلقا ورعبا من هذا القرار ومن هذا الحكم هو اديك الفرنسي، اديك تقول ما خدتش، اديك الفرنسي هيتنتف ريش وريشه ريشه، اديك الفرنسي هيعيش حاله من الهلع. يعيش حاله من الهلع، لانه بمجرد عودته لنادي الزمالك قال لك ايه؟ قال لك انا لما هربت انا ما هربتش يا جماعه، اسكتوا انا ما هربتش والله، ده مش انا، ده اختي منى، ايه اللي حصل يا ديك؟ قال لك مش انا اللي هربت، ده رئيس النادي اللي كان موجود حتى ما رضيش يقول مرتضى منصور، قال لك رئيس النادي وابنه هم اللي كانوا بيعاملوا لي معامله قاسيه لا تتوافق مع ان انا راجل من الطيور، ديك لازم اتعامل معامله راقيه، وخاصة ان انا ديك فرنسي لازم معاملة كده، واخد بالك، تقول لي كومان سافا، اقول لك سيفو، اقول لك تريبيا كده يعني، واخد بالك، انما ما تخشش فيها في الجامد، فانا ديك على قد كده لازم تروش عليا. فطلع هاجم رئيس نادي الزمالك السابق وجابها فيه هو ان هو السبب في رحيله ومرضيش يقنع الناس ان هو كان هارب يعني. فدلوقتي اعتقد مع عودة رئيس الزمالك للانتخابات القادمة واللي بنسبة 100% اذا دخل الانتخابات هيكسب، انا بقول لك هيكسب، فاعتقد ان الديك الفرنسي مش عارف ممكن يقلب فرخة فرنسية بعد كده، الله اعلم الله اعلم. كمان من ضمن الناس اللي يعني هيكون عندهم حالة من الهلع هو بندق اللي كان بيطلع يرد وجاله قلب يرد على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد ما كان بيخش ويقول له هز يا خالد وما تردش عليا يا خالد، وكان بيسكت خالد وكان بيسمع الإساءات والتجاوزات للآخرين وما كانش بيرد. أعتقد برضه هو واحد من الناس المرعوبة من عودة رئيس نادي الزمالك لنادي الزمالك بعد كده. تعال نروح لهجاص جديد غير رضا، غير الهجاص رضا، الهجاص عفيفي، عفيفي اللي بيتواجد في احدى القنوات طلع يقول ازاي احنا بنلعب اكتر من الاهلي بست مباريات في الدوري وماتشين في الكاس زيادة، ولما الاتحاد بيضغط على الاهلي الاهلي بيعيط. طيب تعال نشوف كده يا عفيفي، الاهلي لعب كم ماتش والزمالك لعب كم ماتش؟ مقارنة بسيطة كده، عدد مباريات الاهلي قصاد عدد مباريات الزمالك، ونشوف مين فينا الكذاب، مين فينا اللي بيحاول يدعي وبيعيش نفسه في المظلومية. على فكرة عايز اقول لك ان انا واحد من الناس والله العظيم ودي حقيقة، ايام ما كان عفيفي شغال في التحليل بس انا كنت بحترمه وبحترمه جدا كمان، وكنت بحب اتفرج على التحليلات بتاعته، لكن لما راح قناة النادي اصبح بني ادم عايش في مية المؤامرات، كل حاجة هي بنظرية المؤامرة عنده، يعني هو ساب دماغه خالص وباع مخه او ركن مخه وبدأ شغال على حافز مش فاهم ان انا اكرر في اي حاجة يتم ارجعها وانها تقول الى المؤامرة، كل حاجة بمؤامرة. فمن ضمن دخوله في المؤامرات قال لك الاهلي لعب اقل من الزمالك 8 مباريات، 6 في الدوري و2 في الكاس. طيب تعالى كده اعمل لك احصائية بين مباريات الاهلي وبين مباريات الزمالك بالارقام. نادي الاهلي لعب 36 مباراة من يوم 27 نوفمبر اليوم الابيض للنادي الاهلي والاسود في تاريخ نادي الزمالك اللي هد كيان كبير وزل، بلاش هد، لا لا بلاش هد، زعزع وزلزل استقرار كيان كبير زي نادي الزمالك. من يوم 27 نوفمبر مباراة القاضية ممكن الاهلي لعب 36 مباراة في حين ان الزمالك اللي عفيفي شايف انه مظلوم لعب 33 مباراة. الاهلي لعب يا سيدي مباراة في سوبر افريقيا، 3 مباريات في كاس العالم للاندية، وطبعا عفيفي ما يعرفش يعني كاس عالم للاندية لانه ما شافوش الا متفرج يعني مشجع للاندية اللي بتلعب الاهلي.
3 كاس عالم أندية، 10 دوري أبطال أفريقيا، 19 دوري مصري، 3 كاس مصر. توتال مباريات النادي الأهلي 36 مباراة. تعال نشوف نادي الزمالك اللي من يوم 27 نوفمبر أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، لعب 33 مباراة، 6 مباريات دوري أبطال أفريقيا وطلع من دور المجموعات حصالة أو خالي الوفاق، 3 كاس مصر و24 دوري. ده الفرق هنا والفرق هنا. بالله عليك مين اللي أكتر؟ 36 أكتر ولا 33 أكتر يا عفيفي؟ مع احترام الكامل لشخصك. تعال نروح لموضوع اخر، موضوع اصابه محمد مجدي قفشة ومحمد هاني. المواقع النهارده نشرت خبر ان الحق يا جدع قفشة غياب شهر، محمد هاني ما نعرفش لسه غيابه قد ايه. طبعا في المواضيع اللي فيها اصابات دي ما ينفعش تاخد الخبر الا من لسان سيد عبد الحفيظ او من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. ليه؟ لان الموقع الرسمي والمركز الاعلامي ما بياخدش الا من لسان مدير الكوره او دكتور النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ الصبح كان متواجد مع كابتن شوبير في مداخلة هاتفية في الراديو وقال له ان قفشة اصابته بسيطة. طبعا بسيطة دي معناها يعني 5-6 ايام، ما كانش لسه نتيجة الاشعة ظهرت، لكن محمد هاني هو اللي مطول شوية. فطلع الناس بعد المكالمة دي قعدوا ينشروا في خبر جزع في الرباط الداخلي بالنسبة لقفشة، هيغيب شهر اقل حاجة، شهر اقل حاجة. من ساعة تقريبا او اقل من ساعة تواصلنا مع المركز الاعلامي للنادي الاهلي والحمد لله اكدوا لنا المعلومة، وبعد كده طلعوها على الصفحة الرسمية ان كابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان اصابة قفشة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي تستلزم اسبوعين راحة وتأهيل ثم يعود بعد ذلك للمباريات. ما يعني ان باذن الله بنسبة كبيرة قفشة موجود في مباراة الترجي في الذهاب، وباذن الله يكون موجود في مباراة الاياب. محمد هاني عنده شد في العضلة الامامية هيستلزم غيابه من 3 أسابيع لشهر، ما يعني غياب محمد هاني عن مباراة الذهاب وقد يغيب عن مباراة الإياب. طيب اقتراح من أهلاوي بسيط، أتمنى من إدارة النادي الأهلي إن احنا نبعت قفشة أكاديمية أسباير يتعالج هناك ويتأهل هناك، لأن موضوع الأسبوعين في النادي الأهلي مع الجهاز الطبي في النادي الأهلي أخشى ما أخشى إن هو يكمل شهر. أقولها تاني؟ أقولها تاني. قبل كده اكتر من 20 مرة دكتور الاهلي يطلع فلان الفلاني هيجي اول مارس، هيرجع اول مارس، يجي اول مارس فلان الفلاني هو فلان الفلاني هيرجع اول ابريل، فلان الفلاني اول مايو، فلان الفلاني اول 6، ومحدش بيرجع بالاسماء اللي هو كان بيقولها، محدش بيرجع. فاتمنى من ادارة النادي الاهلي بما اننا كنا في قطر وشفنا التطور الطبي اللي هناك والمركز الطبي الكبير اللي هناك العالمي اللي نجوم عالميين بيروحوا يتعالجوا هناك، ليه لا؟ انا عندي دعوه من رئيس الاتحاد القطري ان لو عايز اعمل معسكر، عايز اعمل حاجه اروح على قطر، ليه ما ابعتش قفشة يتعالج في اسباير، المركز الطبي في اسباير، ويرجع لي بدل اسبوعين يرجع لي 10 ايام على الاقل. يوم ما هيرجع لي هيرجع لي اسبوعين بالتمام والكمال، لكن اسبوعين في النادي الاهلي اخشى ما اخشى ان هم يوصلوا 3 اسابيع او شهر، عشان ما حدش يشتم، دي سوابق قبل كده، انا ما بتجناش على حد. لو انت عندك في يوم من الايام سواء كان كابتن سيد عبد الحفيظ او الجهاز الطبي طلع في يوم من الايام قال لاعب فلان الفلان هيغيب شهر ورجع بعد شهر، قول لي وعرفني. طيب تعال نروح لخالد الغندور. خالد الغندور قال لك كأس السوبر بطولة، مش بطولة قارية لانها بطولة من مباراة واحدة. لا حول الله يا خالد الغندور اللي طلع على قناة النادي بتاعه، كسبنا السوبر وكسبنا السوبر، ده كان على قناته على اليوتيوب او على الفيسبوك الصفحة بتاعته، وعلى قناة النادي قال لك خلاص احنا كده يا جماعة خلاص استكفينا، اتعشت، احنا خدنا 2 سوبر في 6 ايام كده، مش عايزين بطولات تاني، خدنا السوبر المصري والسوبر الافريقي. فالسوبر الافريقي بتاع الزمالك ده بيتحسب بطولات قارية، انما السوبر الافريقي ما بيتحسبش بطولات قارية. معلش هي الصدمة تبقى كبيرة يعني، ويعني رحمة ربنا بينا ان الصدمة بتيجي كبيرة وتبدأ تقل 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 تقل، فنتمنى ان الصدمة تبدأ تخف عن الزبونية. طيب تعال نروح لموضوع اخر. خالد الغندور قال لك ايه؟ في تصريح متداول ما اعرفش مدى صحته او عدمه ان خالد الغندور منزل صورة ليه ماسك كاس
شبه كاس العالم. هنزل لك الصوره دلوقتي، شبه كاس العالم وشويه ميداليات في الايد دي وفي الايد دي، وباين اكترهم فضيات يعني، واخد بالك؟ وبيقول لك على حسب التصريح انا حصلت على بطولات وانجازات شخصيه بعدد لاعبي الاهلي على مر التاريخ. اشك ان خالد يقول كده، بس احنا هنرد على خالد لو كان قال كده. اولا انا ما اعرفش كاس العالم اللي في ايده دي كاس العالم في الضحك او كاس العالم في البليله او كاس العالم في الجيلاتي، ما اعرفش، ما اعرفش ايه كاس العالم اللي ماسكها في ايده دي، والله ما اعرفش. كميه الميداليات اللي في ايده اغلبها حاجات فضيه. طيب تعال نشوف انجازات خالد الغندور ايه، وانا مش هسويك او مش هقارنك بوائل جمعه ولا حسام عاشور، لان دول يتقارنوا بنادي الزمالك ما يتقارنوش بخالد الغندور. انا هقارنك بشادي محمد، وهنزل صورتك قصاد صوره شادي محمد عشان جمهورنا يحكم ويقارن بالارقام. اول مباراه ديربي لعبها خالد الغندور قدام الاهلي كانت سنه 90-91، موسم 90-91، خسر 2-0. خالد الغندور حصل على 17 بطوله محليه وقاريه، كسب 4 دوري، كسب 2 كاس مصر، 2 سوبر، 3 دوري ابطال، لقب افريقيا ابطال الكؤوس مره واحده، كاس سوبر افريقي 3 مرات، كاس افرو اسيوي مره واحده، كاس سوبر مصري سعودي مره واحده، بخلاف بطوله كاس العرب مع منتخب مصر 92. على فكره خالد الغندور اللي بيقول لك انا معايا بطولات مش مع حد، لعب دولي 3 ماتشات بس، 3 ماتشات بس. طيب تعال نشوف شادي محمد، ده مدافع في النادي الاهلي لعب حوالي 11 سنه، خالد الغندور لعب حوالي 13-14 سنه. شادي محمد انجازاته ايه بقى يا فندم؟ 5 دوري ابطال افريقيا، 5 دوري عام، 3 سوبر افريقي، 5 سوبر مصري، 7 كاس مصر، برونزية كاس عالم للأندية. سيبك من كاس العالم لان خالد الغندور اكيد ما سمعش عنها او ما عرفهاش لانه مرحاش. خلينا في اجمالي البطولات بتاعت خالد الغندور، شادي 5 و5 و5، ادي 15 و3 18 و7 25، 25 بطولة لشادي محمد. انا مرضتش احط لك وائل جمعة اقسم بالله، لان وائل جمعة لا يقارن الا بنادي الزمالك. يعني مثلا انا غلطت غلطة بعد ماتش السوبر بتاع الاهلي، ايه هو اللي كسبه الاهلي الاخير؟ قلت لك الاهلي بقى الاول 7 نقاط بينفرد ب7 القاب، وبعدين الزمالك 4 القاب. لا انا غلطان، لان الاول الاهلي 7 القاب، ثم وائل جمعه 6 القاب سوبر، ثم حسام عاشور 5 القاب، ثم الزمالك 4 القاب. فاذا كنت عايز اقارنك فهقارنك بشادي محمد، مش هقارنك بوائل جمعه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، سلام عليكم.